بيت هيدي كمان. كمان؟ نحن على الهوا صباح الخير. هاي مشاهدينا صار معي شارل عزار وفي كمان عم يشتغلوا فوق عم يطلعوا صوت. هذا من كمان من وحي القصص الطيبة اللي بدنا نعملهم. اليوم عندنا كاروت كب كيكس، ما هيك؟ كاروت كب كيكس. أطيب شيء مع وولنات كمان. رح مع وولنات بدك تحط. اوكي انا كثير بحب الكاروت كيكس لانه فيهم كانيل. يعني انا كل شيء جاتو مع كانيل وهيك كثير بحب. وبحب الوولناتس كمان. دونك الوولناتس مش عادي، هذا مع شوي فيمي وشوي ملح بيكان. هذا نودو بيكان. اوكي بدي اسالك سؤال قبل ما نبلش. هول الكب كيكس فينا نعملهم قالب؟ فينا نعملهم قالب مطور مدور اللي بدنا اياه. زيت الخلطه ايه. بس أوكي. بس انا حبيت استعمل هول الكب كيكسات كثير مخدومين. هدول هن شو اسمه الباز تبعهم، هي رابر مثل الفنجان رابر. رح احطهم بقلبهم واخبزهم بقلبهم. وهول بيفوتوا بيفوتوا بالفرن. بالفرن بالفرن. اوكي وكمان مش بس هيك له نصحون لحظه. ولا بتفوت على الفرن بتفوت على الفريزر و بس الصحون ما بيفوتوا على الفرن؟ لا اكيد. هيدي بتاخذها هيك وبتكدش. بتكدش ما هيك بعد كثير مهضومين. بعد بدنا نعملها الفروستنج. ولا اذا عندكم اولاد صغار كثير مهضومين. اوكي من عندكم فيفيو. اي مزبوط. انا كمان جبت منهم. مزبوط. اوكي هلا رح بلش. انا ضيوفنا مش من زمان. والله خلينا نبلش. اوكي رح بلش. رح اول شغله حط الزيت على المكنه ونعملهم. اي نوع من الزيت بتستعمل؟ سان فلاور. سان فلاور. أوكي. اوكي فينا نستعمل كانولا ما لها طعمه اكثر. فينو. اوكي فينو. وهذا معه السكر الاسمر. ما في زبده؟ لا ما فيها زبده. اوكي مشان هيك بتطلع كثير خفيف. هلا بتشوف التكستشر تبعيتها كثير طريه. اوكي نحط الزيت اول شيء. واحد بيفكر انه اذا قلنا كاروت كب كيك شيء صعب يعني. لا ابدا ما انه صعب بس هي روسيت يعني مميزه شوي. اوكي انت معدله؟ معدله. هلا فينا نحط معها كمان فينا نحط معها باينابل، نحط اناناس معها. اوكي نحط كمان برش اناناس بس لانه مش الكل بيعرفها هيك انا فضلت انه خليها كاروت كيك. رح اتركها كاروت. صح. أوكي. نحط السكر الاسمر مع الزيت. نعم نخفقهم. نخفقهم مع بعض لحتى نفوت عليهم هواء. ليش بنستعمل دائما مع الكاروت كيك سكر اسمر؟ لانه بيعطي طعمه طيبه. اوكي هو مشان الطعم. عندنا هون البيض والصفار. نخلطهم مع بعض. نخلطهم مع بعض. اوكي اذا بدنا في فاني. فاني بالروسات. بالروسات. بالروسات لحط الفاني مع الفروستي. فوق. ايه بس هي بال. الريسيبي شوي ما بنحط فاني بود. نو لا لأنه في عنا في عنا كنال يعني لحتى ما يصير في نوعين ابيس نحط ابيس واحد. اوكي. لحط كمان الصفار. مع البيضة الكاملة. معهم. اوكي ونتركها تضرب مزبوط. اوكي بهالوقت نحن فينا نعمل شغله نحضر السيرو تبعها لحتى ما يكون كثير سخن. نحط المي. بدك تزيد سيرو؟ نو لا سيرو امبيباج بدنا نعمله بانش على الكيك. بانش على الكيك. اوكي مي وسكر. فينا ما نعمل امبيباج السيرو يلي عم ينتبه على صحته ما بده بلا يعني اكيد اكيد فينا بس انه انا عم بعملها بطريقه انه تطلع طريه اوكي للكل لانه يحبوها اللي ما بده يزيد عليها شيء مشان يعني يخفف الكالوري لانه فيها سكر. بنحط بنحط كمان حامض لانه طيب الحامض معها. اوكي اوكي برش حامض. برش حامض. برش برش حامضة. ايه برش حامضة تقريبا او نص حامضة. اوكي اوكي هلا عندنا اياها على المكنه عم تخفق. احنا هون عندنا الزليل هيني اذا هيك على المكنه. ايه شو لكين هون اذا بتشوفي الكنال القرفه
مع الطحين. مع الطحين. وهيدا شو ملح؟ هيدا ملح لحطه مع الزليل. اوكي. في عندي هون بيكربونات دو صوديوم. وفي عندي البيكنج باودر، كل وحدة لها كل وحدة لها شغل. شغل، مش الناس بيفكروا إذا حطوا بيكربونات يعني ما بقى بدي بحطوا البيكنج باودر. لا، رحنا خلطناه هون مع بعض، حطنا على جنب هيدول. رح أجيب أجيب ملعقة أخلطهم نمزجهم مع بعض. لازم ينمزجوا مع بعض. صح. ريحة الكنان شو قوية. شايف شو حلوة؟ هون انتبه دائما، انا بحب اقول للمشاهدين الكنال كل شيء عندنا ايبيس لازم ينحطوا بمربين ضغط لنحافظ عليه، لنحافظ عليهم لانه هن الاساس بالطعمه. صح. اوكي، هلا رح زيد الجزر بس قبل بدي اكمل لانه في عندي بعد هون جزر لازم نبرشه. انا جايب مبرشه حلوه بتبرش كثير منيح. رح احطها على صحن او جار احسن ما نطرطيش. فينا نستعمل التقليديه المبرشه بس هيدي بتنعمهم كثير. اوكي، هيدي المبرشه بتنعمهم كثير مشان هيك افضل. شفت كيف بينزلوا؟ نشوفوا المشاهدين عم ينزلوا في صار شكل كثير ناعم لانه اصغر. صح، هيدا منيحه لبرش الحامض. صح، برش حامض لكل شيء حتى نواد البسكات بالجوز الطيب. عندي سؤال شارل، كيف نعرف كم دقيقة بدنا نخفق المزيج؟ المزيج يعني شو الكريتير تنعرف انه حسيها خلص حسيها صارت فلافي؟ طلعت صارت فلافي وبيضل. ما بنشوف بالدقيقة. نو لا، بالنظر عن النظر. لا لك لانه اذا نحن بنحكي بالدقيقة يمكن ما تحطيها على السرعة المضبوطة، وبالدقيقة يمكن نحن لو حطينا على الواحد ما كنا اخذنا هلا المزيج الفلافينس اللي صار. اوكي، عندنا 9 دقائق. ايه شارك. ايه عظيم، بس عم اقول لك اوكي اليوم مضغوطين ولا يهمك. شفتي هلا نحن بيرشين قسم لحتى نحن نشهيل، بس حبينا نفرجي بس للمشاهدين لانه في منهم يمكن ما بيعرف، يمكن يفكروا انه بيقطعون شقف صغار حبوب صغار. هيك بيستووا. ما برشي ولازم نبرشهم. قديه الكونتيتي شي جزرتين ثلاثه؟ لا انا حطيتهم على الوزن للرسات. لازم نزينهم على الميزان 440 جرام. اوكي، بحال حبينا نحط الاناناس بنجيب اناناس فريش اكيد اطيب. اوكي، بنقسمها نص بالنص. بتطلع كمان كثير طيبه بس انه انا ما حبيت. انا ناس بنبرشهم كمان برش بس بيطلع كثير ليكيد منه. ايه هلا انت الليكيد انا ناس الطازه. ايه اكيد، مش العلب. هلا كمان هون منيح اللي قلتي هيك لحتى تذكريني، بس كان بدي اقول للمشاهدين كمان اللي بالجزر مش بنجيب حي الله جزر، انه بده يكون جزر سكري اكيد. اذا كان الجزر اذا ما له طعمه انه بنكون انه ما اخذنا الجو نحن. صح، الاساس انه هلا بالاسواق عم شوف الجزر لونه كثير فاتح. ايه يعني بس بدي روح عم روح تقشري هول الحلوين الصغار. ايه يلي بيتاكلوا. ايه كثير لونهم فاتح بس طعمتهم. ايه سكري. ايه هي اهم شيء انه الطعم. مش اوقات كمان ننغش باللون. صح، لانه اوقات بنفتش على اللون الغامق بنقول انه سكري اكثر. مزبوط. رح نزل انا هلا الجزر تنقوي النظر. اوكي شفتي فيري سمبل هين كثير كل شيء بنمزجه مع بعض يعني. صح. ما بدها علومية. بتعرفي انا بقيت لوقت طويل انه ما بس اسمع انه كاروت كيك قول انه اكيد منه طيب، لا
لانه انا اقول انه كاروت وكيك وهذا انه كان واحد عم ياكل شيء الكاروت طعمته سكري يعني إيه بس انا ما كنت كثير حبذا لحتى نهار جربت قلت بدي اعملها إيه؟ وعن جد تفاجأت انه طعمي طعمي طيبة. كثير طيبه والتكستير بس تكلها غير عن الجوز عادي اوكي بيكن نوتس بيكن نوتس فينا يلي ما بحبوا طعمة الفومي بحطوا جوز عادي هي مش مبينة كثير لا بس انه ايه فينا نحط جوز عادي ايه اكيد اكيد جوز عادي اكيد سيرو خليص رح بركي من برد وشوي كنا حاطين سكر ومي صح. وبرش حامض صح رح برده ب بوعاء ثاني لحتى ايه لانه ما يضل اوكي رح احطه بالبراد اوكي اوكي هلا في عندنا بعد الزليل بدنا نحطهم زليل اخر شيء ايه زليل نقطة ملح حطون نعملهم شوي موطي هيدي الزليل نحن ليش بنشيله ونحطه على جنب فينا ما نعمل هيك بس الزليل وقت بنعمله نحن بهالطريقة ينزل يعطي فلافينس يعطي فلافينس مظبوط ست اعرف لك شعر ايه هدول التركات طوشنا يا يلا ها خلصوا بنجي كمان طوشوا والله وهيدي التين تين 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 هلا بس ياكلوا بطلوا مطوشين بس تاكلوا بطلوا مطوشين بعد في 4 مينوت يلا لحطها حاطين جاميروكواي عم تسمع ايه لحط الطحين اكيد هون الطحين معه البيكنج باودر البيكنج صودا شو كمان حطيناه حطينا كمان القرفه ليه ما خفقت الفارين بالاول ايه لا لانه الطحين ايه كيف يعني ليه ما خفقناه على المكنه بتلبد الماس يعني بترجع تحبط كل الهواء اللي حطيناه بقلبه كله بيروح هلا هون يعني بنخفق كل شيء مع بعض مع بعض نرجع بالاخر بنزيد شو اسمه الطحين مع الملح مع الملح صح والبيكنج صودا مزبوط واخر شيء بنحط بياض البيض بياض البيض هون اذا بشوفوا بس المشاهدين وعملنا من تحت لفوق صح. من تحت لفوق اوكي صارت عنا اياها جاهزه فيت حدا على استوديو بحبه كثير واشتقت له كثير لحط هلا الكب كيك القوارب وضعفان كثير فينا نستعمل بالملعقه نفضيهم وفينا جمال الصايغ على الهواء صباح الخير هلا بعد شوي بدنا نكون معك تنعمل فقره كوكتيل مع كوكتيل جديد وبعد شوي بدك تاكل كب كيك ما بعرف اذا بعدك فيك تاكل لانه عم يعمل ريجيم بس هيدا للريجيم بنعبيها هيك بهالطريقه الفرن على ال 170 كنت بدي اقول لك وين بنوقف هيك بزيادة تترفخ بدنا نترك لها مجال ما رح نحطها لفوق على الاخر صح حلوين هول الكبايات شايف شو حلوين الالوان هون هول الجوي لازم تجيبهم لليلي ضروري اوكي هلا رح اعمل هدول نشيلهم نحطهم بالفرن على ال 170 تقريبا بياخذوا تقريبا 20 دقيقة أوكي. انا بفضل انه يشيكوا على الحرارة اوكي على كمان يشوفوا اللون الفروستين بنحط اول شيء الزبدة بلا في
فينا فينا بلا فروستنج كمان ناكلهم يعني لا اطيب ايه. اكيد معك حق 100% انا لما اخر شيء بدي اعمل لهم ديكور مشان هيك جيب معك بعد ايه. بدك تحط جزر فوق ايه. حسيت بفتكر ما راح نلحق ان نفرجيهم للمشاهدين معلش هلا بشتغل تحت الهواء خلص الوقت شو خلص الوقت هلا هون بس لانه للمشاهدين الفروستينج حطينا الجبنه والزبده رح نحط السكر السكر فوق منه بنخلطهم مع مع الفاني اوكي فاني ليكيد هذا اكسترا فاني ونخلطهم مع بعض نخلطهم مع بعض سيتو ايه وبصير عندنا اياها جاهزه للفروستينج بدنا نحطها على الوش اوكي نحن خلصنا فقرتنا لهلا بتلاقيكم بعد شوي كاتيا بنرجع بنشوفكم بتيستينج اتفلا ياي شو حلوين ياي ياي حلوين بتاخذ العقل يعني بس بدي افرجي انا للمشاهدين بدنا نعملنا امبيباج حطيت السيرو ليكي بشو الله جبت الكيت كامل مثل بيت بيوت انت عم تلعب حسيتك مش حسيتك عم لا بس انه انبسطت فيهم لانه الوانهم هيك حلوين ولي بناتك رح ينبسطوا فيهم العجينه نعملها قله نرجع بعدين منربوسها من ميلة وحدة نرجع بالسكين نرجع بعدين بالسكين بنحط لها بنزيحها شوي صغيرة تصير حقيقية تصير حقيقية الكريم الفروستينج نعملها هيك وفيها ناكلها بلا شيء فينا بلا شيء بس هي مع الفروستينج انه تعطيها شوي صغيرة انه طعمة السكر وال فيها بقلبها كمان كريم تشيز بعد شي 2 مينوت بدنا ناكل يلا صرنا صياحة بنتفرج شو عم ناكل أعطيكم هدول من الآخر إيه أي لون بتفضلي مش معقول شو حلوين anything يلا هيدي مطوقة بلا طوقة أنا واحدة تفاري كثير مهضومين واحد إذا بدي وحلوة سينياتور ها؟ إيه أنا رح أحطها فوق وحطها تحت حط لك سينياتور فوق أوكي ميرسي شاول كارت كيك مش دايما بيزبط الكارت كيك انت عم تقول هين بس انا بعرف انه مش مع الكل بيزبط لا ما منه صعب ما نحن فرجينا كيف كل التكنيك لازم نحط معه اكيد قرفه يعطي طعمه طيبه بنحط معه جوز شيء كثير طيب اي خبو ما هيك؟ بدي كم بدي قهوة ما هيك؟ نسينا نجيب بس ما بالفنجان بصير معك فنجانين سمعنا It's perfect ما هيك؟ منا سكري كتير طيبة هلا مع كل الاشياء اللي حطيتهم بقلبها ضلت مويست بس كمان حطيت لها الفروستينج ايه؟ سيرو حطينا سيرو شوي تضل طرية تضلها طرية انه اذا بقيت يعني يومين عندنا هلا ما رح يبقوا بس انه اذا كثير حلوين طيبة والقرفة شفتي عاطية طعمة طيبة كثير طيبة كثير طيب ميرسي لألكم روعة تسلم دقيقتك شارل كثير طيبة الجوز بعده عم بيقلي والجوز نحن بنستعمل بيكان وشوي سالي ايه سيناتور شعر ما بيقدر بلا سالي تري بون ميرسي بوكو كان بقول للمشاهدين اللي ما قدروا حضروا الحلقه كلها كيف عملناها اذا عندهم اي اسئله او شيء بيقدروا يفوتوا عندي على الفيسبوك بيج شارل داش عزار وبيقدروا يسالوني بنرجع نحكي نحن ثانك يو بنرجع بنشوفك السبت الجاي على راد شارل مشاهدينا وقفه بتلاقيكم كاتيا انا برجع بشوفكم مع جوزيف سايق بكوكتيل بعدين اتوتالا